الحمد لله رب العالمين، جل شأنه وعظمت حكمته، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، حمد الشاكرين في الصبر في السراء والضراء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله الهادي إلى صراطه المستقيم، وعلى آله الطيبين الأبرار وصحابته البيابين الأخيار. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قدر الله تعالى أن يبتلي عباده بما شاء ليمحصهم ويتخذ منهم شهداء، ومن ذلك ما عاشه أهل المناطق المتضررة من الزلزال، فقد رأوا هذه المحنة تنزل بهم، وحالهم استحضروا قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقد تكلم العلماء في الرحمة الخفية، تكلموا في دقائق نعم التي تكون في طيات المكان التي تصيب المؤمن مقابل الرحمة الظاهرة وجلائل النعم أو جلائل النعم المتمثلة فيما يتنعم فيه الناس من النعم الظاهرة المختلفة. والمؤمن لا يرى فيما قضى الله إلا كل خير. قد رأينا ورأى الناس الداخل والخارج المغاربة يعبرون قولاً وعملاً عن هذه العقيدة، ولا سيما في قوة إيمان المصابين وتسليمهم لله تعالى مؤمنين بقضائه وقدره، متمثلين في ذلك النهج القويم للمؤمنين الصابرين. فقد قيل لبعض العارفين: وقد فقد الدنيا وفقد الصحة وفقد كل شيء ما عدا الذي عوضه الله به مما فقد. قال: بما أنا فيه. قال: هذا الذي أصيب أنا بما أنا فيه، راضي بما قسم الله. فمن رضي بقضاء الله وقدرته أرضاه الله بجمال قدره. وهذا ولله الحمد دليل بارز على إيمان المصابين، وأنهم ليسوا أميين في عقيدتهم ولا هم يجهلون دينهم. بارك الله لهم في إيمانهم وعوضهم خيرا مما فقدوا من الأهل والأموال. ومن تجليات هذه المحنة كذلك ما كشفت عنه من خلق عظيم وعطف عالم ومحبة صادقة ومواساة كبيرة تجلت في هذه الهبة الجليلة والجميلة من الناس جميعين. وهذا تجسيد وتفسير عملي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد رأينا من صور التضامن ما يدعو إلى الفخر والاعتزاز بهذه الأمة، وما يدعو إلى الدهشة والإعجاب، إذ أنفق بعض الناس الكثير مما يملكون، وربما أنفق بعضهم كل ما يملكون، وهم بذلك طبقوا الهدي الذي يقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله صلوات ربي وسلامه عليه. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقضى طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم.
الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال عنفهم مني أي الأشعريون وأنا منهم حديث رواه مسلم. ويقول الله تعالى في مدح الصحابة السباقين إلى هذه الصور الجميلة من التضامن ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وفي حديث سيد المرسلين والأولين والآخرين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن مما ينبغي التأكيد عليه واستدامته هو الحث على التمسك به في السراء والضراء، هذا التضامن والتآزر الذي أبان وأظهر عليه مغاربه، ورأينا منهم صورا جميلة وعظيمة ينبغي استثمارها واستدامتها في الحاضر والمستقبل والعمل على تقويتها وتثبيتها. إن من نعم الله أيها الأخوة على هذه الأمة وقد تجدد ظهورها للجميع قيادتها الرشيدة التي تزرع الأمن والعطف حيث كانت التوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله مبعث الأمن والأمان والإطمئنان في المهنة. وهكذا فإن هذا التلاحم بين العرش والشعب هو صمام أمان بالنسبة لهذه الأمة، برهان دوامها واستمرارها، يجب التمسك به وتنشئة الناشئة عليه وإظهار الاحتفاء به لأنه عقول المحبة المتبادلة ودليل العلاقة المتينة بين مكونات الأمة المغربية. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، حديث رواه مسلم. وإن من أهم ما ينبغي الحرص عليه كذلك باستدامة هذا الخير واستمراره وتقوية الروابط الأسرية وتنمية العلاقات الجماعية وصيانتها، وهذا من صميم تعاليم الدين وقيمه. قد قال عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، رواه النسائي. كما يضمن استمرار هذا التراحم بين أفراد المجتمع العمل على بناء مجتمع يكون الفرد فيه في خدمة الجماعة والأمة والإسهام في المبادرات التنموية التي يطلقها أمير المؤمنين، فهو حفظه الله القدوة والأسوة. وقد رأينا صورا راقية من ذلك من خلال هبة الأمة لكل أطيافها ومختلف شرائحها مما يظهر أو يظهر أهمية الحفاظ على روح المحبة والبذل والعطاء فيها معافاة لكل شائبة مصداقا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. عباد الله، إن المؤازرة والصناع المعروف مما يدعو إليه الإسلام وهي خصال تنبت في نفوس المؤمنين وتؤتي أكلها في كل حين، فإياك أيها المؤمن أيتها المؤمنة أن تحسب هذه الأخلاق سلوكا مؤقتا مربوطا بمحنة الزلازل، بل هو والحمد لله داخل في مكونات هوية المغاربة الخلقية والروحية، وبهذا يثبت تآلف الأمة ويستمر وجودها
وتتحقق تنميتها ونهضتها. وفي الحديث الصحيح: إن أحب الأعمال إلى الله أتممها وإن قل. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا فضيلة وآلاءه، واعرفوا فضله وآلاءه عليكم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتمسكوا بما أنتم عليه من خصال التآزر والتكافل والمعاملة الحسنة، تجدوا عند الله خيرا منها. وأكثروا من الصلاة والسلام على بلاد الورى في الموقف العظيم سيدنا محمد الشفيع المشفع في الخلائق أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وبداد كلماتك. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي الصحابة أجمعين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم في كل عصر وحين. وانصر اللهم من قلده أمر عبادك المؤمنين، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلال الملك محمد السادس، نصرة تعز به الدين، تجمع به كلمة المسلمين. اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، واجعله دائما أسوة في الصناع المعروف ومواساة الآخرين، واجعل الخير حليفا له وفي ركابه حيثما حل وارتحل، ملجأ للمساكين وسندا للمحتاجين. وأقر اللهم على جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأنبته اللهم نبات الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه السعيد مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب. وارحم اللهم الملكين الجليلين مولانا محمد